ومن كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن من البلاء الفاقة وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب، ألا وإن من النعم سعة المال، وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب. وقال عليه السلام: للمؤمن ثلاث ساعات، فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يرم معاشه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمون، وليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو خطوة في معاد، أو لذة في غير محرم. وقال عليه السلام: ازهد في الدنيا يبصرك الله عوراتها، ولا تغفل فلست بمغفول عنك. وقال عليه السلام: تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه. وقال عليه السلام: خذ من الدنيا ما أتاك، وتول عما تولى عنك، فإن أنت لم تفعل فأجمل في الطلب.